تبرز من آرائها وتخرج من أفكارها ما تشاء. الشرط هو عدم فرض الرأي على الأمة. الأمة وصل بها النضج ووصل بها الوعي لتعرف من هو الصديق ومن هو العدو، لتعرف من هو الخبيث ومن هو الطيب، لتعرف من هو الصالح ومن هو الفاسد. إن شعبنا أصبح على دراية، وما أصبح طفلا يرضع البصاصة. إن شعبنا أصبح يعلم ويدرك من هو الأحق بأن يكون حاملا لراية من الرايات في هذا البلد، في هذا البلد المجاهد، في هذا البلد الذي سالت فيه الدماء غزارا. والمسألة الثانية، وجدنا مجموعات أخرى من هذه الأحزاب تريد أن تمزق الوحدة. هو أخوك في الإسلام، لا ترضى لأخيك إلا الخير. وكل من يريد أن يمزق شعبنا، إما تمزيقا طبقيا أو تمزيقا عرقيا أو تمزيقا لغويا أو تمزيقا دينيا، وأسفت، ونحن الذين طردنا اليهود والنصارى، أسفت عندما سمعت أحدهم في التلفزيون يقول إن منظمة حقوق الإنسان فيها النصارى وفيها اليهود. ليس عندنا نصارى وليس عندنا يهود، الشعب الجزائري شعب مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر فوق كل طاغية متجبر. الله أكبر على من عاند وتكبر. الله أكبر لمن أراد بشعبنا الشر. الله أكبر لمن رسم لشعبنا كل سبل الخطر. الله أكبر على كل من عاند ومارى ونافق وأشرك وكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. الله أكبر والحمد لله. الله أكبر وسبحان الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، تكلمنا عن أوضاعنا في الجزائر التي لا يرضى فيها شعبنا ولا يرضى المخلصون من المسلمين ومن الوطنيين الصادقين في بلادنا أن تسير الجزائر إلا في الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طريق كتاب الله وسنة النبي الكريم صلوات ربنا وسلامه عليه. والآن أحدث إخواني وأخواتي عن مسائل أخرى عالقة بشعبنا في البلاد العربية والبلاد الإسلامية وفي العالم كله، ليعلم الجميع أن قضية المسلمين الآن تتعرض لهزات عنيفة، وتتعرض الأمة الإسلامية لعملية تفسيخ ولعملية تمييع ولعملية تشويه وطمس. إن الأمة الإسلامية صوب إليها أعداء الإسلام الكبار في العالم، القوى الكبرى في العالم، وجهوا للأمة الإسلامية ضربتين، إحداهما متعلقة بالصحوة الإسلامية والثانية متعلقة بقضية فلسطين، القضية المركزية للأمة الإسلامية ممثلة في حكامها وملوكها ورؤسائها وزعمائها. ليعلم الجميع بأن الخطوات التي سمعنا عنها والمتعلقة بأرض فلسطين
أرض الإسراء والمعراج، أرض القدس، القدس الشريف الذي صلى فيه رسول الله إماما بالأنبياء والمرسلين، وصلى فيه عمر بالمجاهدين الغر الميامين، وصلى فيه صلاح الدين، وصلى فيه عز الدين القسام، وصلى فيه هؤلاء الأطهار من المجاهدين في أرض فلسطين. يراد لفلسطين أن تباع مقابل حفنة من الدولارات أو الجنيهات الأسترلينية أو الفرنكات الفرنسية.